وبركاته إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. بعد الخرجات التي عرفتها أصحاب أو عرفتها باريس لأصحاب السترات الصفراء، سوف يخرج علينا كذلك في إيطاليا أصحاب السترات الصفراء يوم غد 9 فبراير، ولهم كثير من المطالب من بينها السيادة المباشرة للشعب الإيطالي من خلال الاستفتاءات الشعبية، خفض الرسوم المفروضة مثلا على الغاز والوقود والكهرباء، إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى أوطانهم، ووقف فواتير الإلكترونية يعني الدكتاتورية المالية فقط كما يقولون، الحق في العمل مع إغلاق الوكالات المؤقتة، وعدم الالتزام بالتطعيم الخاص بالأطفال، تأميم كل شيء مثلا البنوك، تأمينات الطرق السريعة وشركة الطيران. يوم غد سوف يخرجون بساحة بروما. هذا هو الخبر الذي توصلت به الآن، وإلى خبر آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.